الأمامي يتقدم يباسي كرة لويلي خطير جدا هانسون والرابع الذي ينهي المباراة الرابع الذي يقتل المباراة الرباعية عن طريق الباك رايت نامي في شحن هجومي في شحن هجومي من قبل الكتيبة والقبيلة الزرقاء 4 للهلال 0 للنصر مباراة في التاريخ مباراة من ذكراك يا ريكا جيريس ماشي معاك أكثر من لازم ماشي معاك ومشيتها لأن في الفريق أكثر من اسم لأن لك البديل الجاهز مجهود إدارة توفير اسمين في كل مركز والهامستر يتقدم الحارس يمنع الرباعية ولكن إصرار كتيبة الهلال توقع على الرابع تصل الرباعية تسجل 4-0 عن طريق المدافع محمد نامي شوف الكورة والمتابعة شوف الكورة والمراقبة نامي اللي بداها نامي اللي باسها مشى فرود مشى في بديل الجح